اسمحوا لي ادخل عليكم باكبر باكجينج في التاريخ انا شفته. انا جات لي طلبيه ديت ومش عارفه انا جات لي ايه بالظبط، اول مره يوصل لي حاجه وما كنتش اصلا عارفه ايه اللي جواها بالظبط، لان يعني الموضوع كبير قوي. فتعالوا نفتحها مع بعض ونشوف ايه الكلام ده. انا حرفيا من كتر ما هي كبيره انا مش متخيله يعني ايه اللي جواها، لان كبيره 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 وانا مش عارفه ايه اللي جوه. هفتحها وارجع لكم. فتحت كده، هي تقريبا جزئين حاجتين في بعض. ف هنفتح كده اول واحده. اوكي. اكتر حاجه بحبها في الكوكب كله. بصوا، اولا اللي عارفني عارف انا بحب جدا الشاليموهات بكل اشكالها وانواعها. ف اربعه كده شاليمو بالوانات كده شكلهم يجنن. تاني بقى حاجه منتجات لينوفان. المنتجات دي انا مش اول مره استخدمها، ده تاني مره كده تتبعت لنا. تحفه يا بنات، تحفه تحفه تحفه، وسعرها رخيص وكلمتكم عنها كتير. بقى لو انت بقى عندك حبوب شباب، حبوب مراهقه، كل ده حلك السحري، مجموعه كامله ببلاش تقريبا. دوت الغسول، ودوت السبراي، ودوت للتفتيح المناطق الحساسه للمتجوزين والبنات الصغيره. بقى الباقي بعذب نفسي ليه وبعد عناء. تعالوا بقى نفتح ونطلع مع بعض. واو، انتوا مش مصدقين، مش متخيلين اتبعت لي ايه. تحفه تحفه